مرحبا بالقائد العظيم هرقل. أهلا بك أيها الملك. تجرأ محمد وأرسل جيشا لحربنا، وإن ظهر علينا سيصبح الطريق مفتوحا إلى الروم، وأنتم أقوى جيوش العالم. لا تقلق أيها الملك العظيم، فأنتم حلفاؤنا وسنسحقهم سحقا، فقد جئت إليك 100,000 مقاتل. عسكر الروم بقيادة هرقل في مآب بأرض البلقاء بجيش قوامه 100,000 رومي و100,000 من القرى والمدن الموالين لهم. من هنا يمكننا أن نعرف أخباراً عن جيش الروم قبل أن نبدأ بحربهم. رد زيد بن حارثة: نعم يا خالد، فهذا يساعدنا على وضع الخطة المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمدا لله على سلامتك يا أخي، هات ما عندك. لقد جاء إلينا هرقل بجيش عظيم قوامه 100,000 مقاتل. 100,000 مقاتل ونحن 3,000 فقط؟ إن بدأنا في القتال فسيسحقنا هرقل وجيشه. أرى أن نرسل لرسول الله ونخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. هنا تكلم عبد الله بن رواحة يشجعهم ويشدد من عزيمتهم وقال: يا قوم، ليس الذي تكرهون إلا الذي تطلبون، إنها الشهادة في سبيل الله، وما نقاتل أعداء الله بعدد أو بقوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أنعم الله علينا به، فانطلقوا فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة في سبيل الله. صدقت والله يا ابن رواحة. صدق عبد الله بن رواحة. نجح عبد الله بن رواحة في رفع الروح المعنوية لجيش المسلمين، واختاروا مؤتة ليعسكروا ويتحصنوا بداخلها، وذلك لأسباب متعلقة بالخطة الحربية. نعم، فمؤتة مدينة صغيرة محصنة بحيث لا يستطيع جيش الروم أن يدخلها كاملا، وإنما يتم تقسيمه فيسهل على جيش المسلمين محاربته. 3,000 يقاتلون 200,000 مقاتل بإيمانهم وحبهم لله ورسوله الكريم. والله إني لم أرى كل هذا العدد من قبل، سلاح وعتاد ودباج وذهب وحرير. أترى هذه الجموع الكبيرة؟ نعم. ستهزم بإذن الله، إننا لا ننصر بالكثرة. ألم تشهد يوم بدر؟
نعم، فهو يقاتل بدراوة. اقتلوه، فهو القائد، وإن مات هزموا على الفور. اجتمع عدد كبير من جيش الروم على زيد بن حارثة الذي قاتلهم بكل شجاعة حتى سقط شهيداً. وكان زيد بن حارثة قائد المسلمين هو أول شهيد يسقط في هذه المعركة، فاستلم الراية منه جعفر بن أبي طالب ليصبح هو القائد كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل حامل الراية ولم يهزموا، بل استلم الراية شخص أشد ضراوة. أترى ما أراه أيها القائد؟ قطعت يده اليمنى ومع ذلك لم يستسلم، بل حمل رايتهم باليد اليسرى ويقاتل وهو ينزف. ها هي اليسرى قد قطعت، فارتمع على الراية بعضديه يمسك بها. ما هذا الرجل؟ ومن هؤلاء الناس الذين يدافعون عن دينهم حتى آخر قطرة من دمائهم؟